السؤال هنا من أحد الإخوة الدعاة إلى الله في الغرب في أمريكا بالذات، يقول: عندما أقوم بدعوة غير المسلمين إلى الإسلام أجد نفسي حينا أناديهم يا إخوتي أو أيها الإخوة، أيها الإخوة، من باب الإخوة في الإنسانية، وهذا تألفا لقلوبهم وجلبا لهم لسماع ما عندي من دعوة الإسلام، فهل في ذلك حرج؟ لا شك أنه لا يجوز أن يدعى الكافر بالأخوة، لأن الله تعالى يقول: إنما المؤمنون إخوة، فالأخوة في الإيمان. نعم، لو كان أخا في النسب فلا حرج، لأن الله يقول: وإلى عاد أخاهم هودا، وإلى مدين أخاهم شعيبا، وما أشبه ذلك. هذا لا بأس به، أخوة النسب. أما أخوة الدين فإنه ليس أخا لك، وقد قال الله تعالى لنوح عن ابنه وهو ابنه: إنه ليس من أهلك. ولكنه ربما نجد وسيلة يتأول فيها الإنسان فيقول يا أخ، ويقصد أنه أخ لأخيه ما هو له، يعني لا يأتي بالياء يا المتكلم، لا يقول يا أخي، يقول يا أخ، ويريد بذلك أنه أخ لمن كان أخا له إما في دينه أو في نسبه، وحينئذ يحصل فيها جلبه وتأليفه، مع أن الرجل لم يضف هذه الأخوة إلى نفسه. وفي التعريض مندوحة عن الكذب. نعم، أحسن الله إليكم. لكن أخوة الإنسانية لجميع بني البشر كون جدهم وأبوهم آدم ليست ثابتة؟ ليست بثابتة. نعم، ليست بثابتة أن الجميع، الجميع كلهم بنو آدم لا شك، لكن ما نقول هذا أخي لإنسان كافر، وأقصد الأخوة الإنسانية، إنما أخوة النسب صح.